السؤال دايما الأندية وإحنا الإعلام، بما إنك على طول بتوجه كلامك للإعلام، لكن السؤال دايما إزاي نرتقي بالتحكيم المصري؟ وليه مش كل الأندية راضية عن التحكيم؟ فهنا هسألك، أنتوا كحكام شايفين مستوى التحكيم إزاي؟ وشايفين إن أنتوا محتاجين إيه؟ طيب بداية أنا الأندية معترضة على التحكيم ليه؟ الفرق اللي هبطت من الدوري الممتاز للقسم الثاني مين اعترض؟ لا، كان فيها اعتراضات ما كتيرة هو كل جدا. المباريات فيها احنا لو قمنا لعبنا انا وانت دلوقتي ماتش كورة هنعترض احنا الاثنين على بعض بالظبط. بس بس مش على كل قرارات. الاعتراض دوت يعني بقى شيء أساسي في الكرة المصرية خلاص يعني شيء اساسي في الكره المصريه الاعتراض، محدش بيرتضي الخساره وهو بيبقى يعني نادي او فريق بيبقى رايح جهاز فني او لعيبه مركزين ان حصل حاجه هيبقى التحكيم. مين طلع في يوم من الايام مدرب قال لك انا السبب؟ قال لك لعيبه السبب؟ نادرا واحد يطلع يتحمل بس المسؤوليه. الشكوى كتيرة قوي يا كابتن إبراهيم. ما هي الشكوى كتيره عشان ايه؟ شكوى كتير عشان ايه؟ عشان في أخطاء فعلا احنا شفناها قدامنا لا اخطاء مش كبيره، كتيرة، لا مش كتيره، وفي أخطاء بتبقى اللي هي تندرج تحت طائلة الفيتال ميستيكس، يعني لا. الأخطاء اللي هي تحمل فريق مباراة. طب قولي لي 5 مباريات حصل فيهم كده؟ هقول لك مثلا، 5 مش شرط عشان يكونوا تعرفي 5، النسبه. انا هدي لك اللي افتكره مثلا. يعني هو كل عمل فيه اخطاء، ما فيش عمل بدون اخطاء، تمام؟ هو المهم ان انت تطوري وتقللي الاخطاء. مظبوط. الفار لما دخل عمل حاجتين كويسين، حقق العداله وقلل الاخطاء. العداله كده كده كانت موجوده بس كان في اخطاء كان الناس بتبدا تواجهها ان هي العداله قليله شويه، فالعداله ثابته بس العداله دي بدات تظهر في تقليل الاخطاء. كويس، احنا لازم يبقى عندنا ثقافه تقبل الهزيمه وتحمل كفرق. المسؤوليه كفرق كفرق. في بعض الأندية الكبيرة بتتحمل ذلك وبتغير أجهزة فنية وبتبدأ تدعم بلاعبين. يعني انت كده عايز تعفي الحكام من كل المسؤولية؟ انا عارفة ان هم ما بياخدوش مستحقاتهم، وده عليه عامل نفسي كبير جدا، واحنا يعني انا ياما نشدت على موضوع المستحقات ده، وانا عارفة انه هيبقى فيه تحركات سريعة في الموضوع ده بداية من النهاردة، لكن اكيد ده بيأثر. لكن على الناحية التانية برضو عايزين مستوى يقدم قوي في الملعب، وإلا لو هو ما فيش أخطاء، ليه تحكيمنا المصري مش موجود على الناحية العالمية الشكل المطلوب؟ لو تفتكر يا كابتن إبراهيم، انت كنت ضيفي من اكتر من سنوات ماضية، وكنا كل مرة نقول عايزين طاقم كامل للتحكيم. ما هو حضرتك لازم تعرفي ان في بعض الحاجات غايبه برضو عن الاعلام، ان في لازم يحصل ضغوط من الاتحاد ومن المسؤولين للدوله عشان خاطر يبقى ده يبقى موجود بشكل كبير في المحافل الدوليه. الموضوع مش موضوع تحكيمه بس، يعني مش موضوع تحكيم. مش موضوع تحكيمه بس، مش موضوع تحكيمه بس. طب لو خدنا شق التحكيم، محتاجين ايه عشان يبقى عندنا حكم مونديالي؟ دعم، يعني لو ابراهيم نور الدين دلوقتي عايز يحكم في المونديال يعمل ايه؟ لازم دعم الدولة، لازم واحد دعم الدولة. لا واحد لا خلاص، هو اتنين لازم رقم واحد دعم الدولة. دعم الدولة متمثل في الاتحاد المصري لكرة القدم اللي المفترض ان في افضل حالات التحكيم لما كان الكابتن عصام عبد الفتاح قاعد مجلس ادارة كان سبورت جدا للحو التحكيم. كنا مفيش بطولة قارية الا كنا بنلاقي حكم او طاقم او حكم مساعد دايما.